انا تزوجت وطلقت جوج المرات. بالنسبه لي هاد جوج المرات هما طيحات اللي ماجور في حياتي كبار، لانه الفشل ما كنتش عارف شنو هو الفشل. اسمح لي يا محسن، فاش كتزوج وكتطلق جوج المرات المشكل منك ولا من الطرف الاخر؟ دونك غادي نجاوبك بكل صراحه وبداكشي اللي مامن به. انا ما تنقولش ان شي شخص فيه الخطا، ولكن بجوجهم عندهم داروا اغلاط من طبيعه الحال. كل واحد فيهم دار، انا درت اغلاط والبارتنر تا هو دار اغلاط. ما تنقولش بلي شكون اللي غلط فيهم. المساله ديال لي جوجمون دو فالور ولا المقارنات ما كنامنش بهم.